ما أجمله قلب يحمل هم أخي في العسر له يسر في الحزن يواسي كن عونا للناس دوما تنادينا خواطرنا. لكن في واحدة منهم إن أنت فكر رقم ثلاثة على ما أتذكر هي إن أنت ممكن إن أنت بس تشتغل الشغلانة بس حتى لو في نون بروفيت أورجنايزيشن بس عشان تكتسب هذه النوعية من الخبرة، يعني لأن أنت مين هيديك الفرصة إن أنت تعمل الشيفت ده غير إن أنت تمارس وتعمل الخبرة دي؟ فلما تعمل الخبرة هتبدأ إن أنت إيه شوية يبقى بالبيزنس اناليست مايند سيت، وفي نفس الوقت تبدا بقى ايه تبذل مجهود في البحث عن عمل. تمام كده، عمل في ايه؟ يبقى عندك ايه؟ كونت هذه الخبره يعني. الشهادات في عندنا في مدرستين، المدرسه مدرسه الانترناشونال انستيتيوت اوف بيزنس اناليست الجامعه دول من سنه 2003. هم ما عندهمش بس شهادتين، هم عندهم اربع شهادات، لكن دول الاشهر من دول اللي عليهم الايه؟ المقارنه. و السي سي اي لا دي الاشهر. السي باب اشهر. السي باب تمام. وبي ام اي يمكن من ثلاث سنوات او شيء طلعوا بالشهاده بتاعت ايه؟ البيزنس. في واحد اعتقد انتوا لو عملتوا سيرش كده في المقارنه بين الشهادتين، ففي واحد كاتب في اللينكدين كاتب كلام كتير، كاتب زي بوست كده عن موضوع المقارنه بين الشهادتين. مختصر الكلام بتاعه بيقول ان انت تروح بي بي اي. طبعا هو ليه وجهه نظر، هقول لكم وجهه نظر. وجهه نظر ان انت لو انت معاك بي ام بي فيبقى سهل عليك ان انت تشوف نفس الايه؟ نفس طريقه الشرح ونفس كذا كذا. مش بتاعت بي ام بي بس، هتلاقي ايه؟ انه جو الايه؟ جو الـ AI. تمام كده؟ اما لو انت ممكن نظري الشخصية، اما لو انت بقى عايز تتعلم بزنس اناليسيز بشكل افضل، فالفرق كبير ما بين الريفرنس ده والريفرنس ده. فطبعا دول جماعة الـ IIBA اكثر نضجا واكثر علما في هذا المجال. اثنين علاقتهم ايه بالجاي مثلا؟ خليني اقول لك، حتى البي ام اي في كتابهم وده كان انا ذكرت لحضراتكم ان في ثلاثه لايف سايكلز من ضمنهم الادابتف، وبالتالي هو كل شويه وهو بيتكلم عن شيء في البيزنس يقول انت لو كان عندك ادابتف يكون كذا، ولو عندك الدليتف يكون كذا. علاقتهم ايه بالاس او اي اللي هي بتستخدم؟ تقصد بالاذر اورجنايزيشنز؟ لا، بالاذر اورجنايزيشن مش متجد، لكن متجد انه ال الانترسكشن ما بين دي وما بين الباقي. لا، بتلاقي خليني اقولها بالشكل ده. ان مثلا ممكن تكون مثلا بتدرس مثلا بزنس بروسس مانجمنت مثلا، وبالتالي الناس بتتكلم في وسط الكلام بتقول لك اركيتكت وبتقول لك تجار وبتقول لك اس او اي. فهو بيقول ان في كده، لكن مش اكتر من كده. هو بيبقى المفروض بيبقى حاطط الباوندري تبعه، وبعد كده اكيد في علاقه ما بينه وبين الاخر. انا متخيل حجم البي بي اي بتاعت البي ام اي هي مجرد امبريلا ممكن يدخل تحتها اي تكنيكس من دول او اي حاجات تانية من شهادات متخصصه او الفيزيولوجيز، سوري الفيزيولوجيز اللي موجوده في نفس الوقت. زي مثلا تراك ما هو امبريلا الحاجات التانيه ممكن تكون البروفيشنال بيزنس اناليسيس سيرتيفيكت دي امبريلا التكنيكس. لا، انا متخيل دي، انا متخيل التاني، متخيل انه بي ام اي لو وجدت الفرصه انها تجد موضوعات تشعر انها قريبه منها بشكل او باخر فبتبدا تشتغل فيها. يعني فتيجي مثلا اجايل، فتيجي اجايل لانها لها علاقه بالبروجكت، لكن لا اتخيل ان هم هيجوا كلام يقولوا اوبريشن مانجمنت. يعني لا اتخيل مش معناها في الايتم نعم، او يقول ايتم مثلا، لا يعني خليني اتكلم في حاجه شويه، او يدخلوا يتكلموا مثلا استراتيجي مع استراتيجي. يعني ممكن هو
ممكن هو مثلا بنفيت مانجمنت في مساحه البروجرام مانجمنت في كل بنفيت مانجمنت، لكن هو يدخل استراتيجي بمعنى استراتيجيات واسوات. انا لسه عم لا يعني لا اعتقد كده، لان في الاخر برضو هو هنا دي بروجكت مانجمنت انستيتيوت، فطالما هي انستيتيوت فهي متخصصه في سبجكت واحد. كان المفروض يعني طبعا في كلام تقريبا في كورسات بتتعمل دلوقتي في السعوديه على الـ حاليا يعني في بدات بتعمل اعتقد انه لان مساحه الـ PMI certifications هي مساحات المشروع يعني، وبالتالي غير ما احنا بنقول اس او اي صعب قوي يعني، بس اس او اي صعب، لكن سواء بي بي اي او حتى سي بي اي بي لا دي سهل تلاقيها، وجايه في كوبيت مش عارف ايه، كل الكلام ده سهل، لكن تقول لي مثلا اس او اي لا صعب قوي صعب. اوكي دي النولج اريز حسب ما يسموها الاي اي بي اي، يسموها دي النولج اريز بزنس اناليسيس بلاننج اند مونيتورنج الاستيشن اند كولابوريشن ريكوايرمنتس لايف سايكل مانجمنت. كان عمل لايف سايكل للريكوايرمنتس، يمكن احنا كان في عندنا سلايد كده استراتيجي اناليسيس وبعدين ريكوايرمنتس اناليسيس اند ديزاين ديفينيشن وسوليوشن ايفالويشن. البي ام اي قالوا يعني هم قالوا نيدز اسسمنت في الاول على فكره، وبعدين تريننج واناليسيس وترسبيلتي اند مونيتورنج ايفالويشن، دول الخمسه دول اللي اخذنا منهم تكنيكس. تمام دي المقارنه طبعا مش من نوت جوث بس بقى ده بس البرزنتيشن هتتبعت كلها ترسل البرزنتيشن كامل يا شباب بتتبعت ترسل تمام، لكن هو سبونسر اتفضل بس تمام. طيب بعد كده دي ايه اي سيرتيفيكيشن بتاعت ايه هتختار، فايه برضه يكتب لك المقارنات تمام. وضع بقى في الاعتبار اللي عمل المقارنات دول مدرسه اي اي بي اي، يعني مش اي اي بي اي نفسها بس ناس ايه اي اي بي اي شوب يعني تمام، فبرضه يعني هيبقى في انقياس شويه تمام كده. احنا ايه كده في حد عمل حضرتك كل سؤال؟ لو كنا هنسال الفرق بين البيزنس اناليست والسيستم اناليست، نعم السيستم اناليست ده هو ايه؟ هو السيستم ديزاينر يعني؟ كانه اللي هيكون السيستم اناليست اقل من البيزنس اناليست. لو فوكس على سيستم واحد هيشتغل على السيستم كانه سيستم ديزاين، مش هيشتغل على البيزنس ان هو هيشتغل على اللي هو على البيزنس. يعني كان في حاجه معموله ممكن تشير يعني قصدك تقول ايه؟ باين كل الاسئله ايه الرولز او الريسبونسبيلتي صح كده ده صح؟ انا التايتل ده هو هو موضوع التايتلز الكتيره وبناء باوندري ما بين المسميات دي محتاجه ان انت تكون بتتكلم على مرجعيه واحده عشان تقدر تعمل الفصل ده. لكن لم ارى قد اكون مقصر يعني، لم ارى ان في جهه هي معنيه بوضع الريسبونسبيلتيز. بلاش كلمه بلاش الراجل بيسال السؤال فعلا. احنا خلاص بلان بزنس مانجز عمل سليبر تمام ماشي رايح يجي الكلام ده او كمان بلاش الكلام ده السيستم مانجز ها ايه وظيفته ايه فانكشن هو ده السؤال. لا وانا ما اعرف ان هو يساعده دلوقتي. اوكي لا اوكي البيزنس اناليسيس هو بيتكلم على مستوى ان هو يربط شغله بتحقيق النيدز تبع الستيك هولدرز اللي هي تولاين مع الاستراتيجي، فهو ليه علاقه بالبزنس. اما السيستم بنتكلم على المستوى الاقل اللي هو هيعمل اناليسيز على سبيسيفيك سيستم على مستوى السيستم، مش مهتم وقت مهتم بس يعني ايه ماشي اهتماماته الاولى في ان هو ايه يدوها لاين مع الجماعه اللي باشمهندس يعني اسمح لي نقدر نقول ان البيزنس اناليسيس عمل دراسه او شغله على اكثر من سيستم هيجي له
اورجانيزيشن او يحل المشكله. صح كده؟ بزنس مالوش علاقه بالبزنس. ممكن سوليوشن اكتر ديفينيشن بس مش بالظبط، لانه لو قلنا الكلام ده ورغم انه مش واضح في السلايدز هنا لان كده هنلاقي نفسنا وكاننا دخلنا في مساحه اعلى وهي لم تظهر هنا، اللي هو ما يسمى بزنس اركتكت. فمساحات الناس اللي بتتكلم بتقول تجافة على سبيل المثال تمام كده، فهم اعلى من هذا الفكر. هذا الفكر هو بيتكلم على ان جهزنا ريكويرمنتس واحنا عايزين نعمل سوليوشن لهذا الريكويرمنت. اما اللي عملنا اركتكتشر للاورجنايزيشن كلها، لا ما كانش المستوى ده البيزنس اناليست. كنت بقول بس بالنسبه للبيزنس اناليست دوره ان هو بيجذر الريكويرمنت والبيزنس في نفس الوقت للسيستم والبي امبلمنت ان ذا فيوتشر تمام. انما بالنسبه للسيستم اناليست المفروض ان مثلا هو دوره بيعمل انهانسمنت للسيستم اوريدي موجود. لا لا هو هيكون ولا برضه بيقدر الريكوايرمنت بيكمل. لا هو هيكون دوره ضمن الادوار المشاركه مع البزنس. انا بس في اقرب للتكنيك، اقل اقرب للامبلمنتيشن، هو اقرب للتكنيك. يعني هو دليل اللي انا فاهمه ان البيزنس هو في الاخر بيديك سوليوشن. يعني هو بيزنس على مستوى الجيل بتاع البيزنس، فهو بيجمع الكوارتس في سوليوشن بتاع سوليوشن. الان السوليوشن ده هيطبق ازاي؟ سيستم اناليست. يعني مثلا انا نزلت سلكت سوليوشن هطبقه مانيوال، هطبقه اوتوميشن، هطبقه وات ايفر. طيب هل فرض ان هو هيتحول لسيستم؟ هيتحول لسوليوشن. لا هيتحول لسوليوشن. هو خلاص سوليوشن خلاص. المفروض دول هل احنا بندرسه ده مخصوص فقط للحته بتاعت البروجرامنج ولا ده للكوربريت عامه ولا ده ايه مجالك في الاي تي؟ لا انا مثلا عندي ما عنديش سيستم انا مش لا 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 هو احنا خلفية الاي تي شايفين الموضوع ده هو اي تي وانه فكرنا كله رايح 80% اي تي. ايضا لا هو الفكر ده حتى الامثله اللي موجوده في تي ام اي الامثله كلها موجوده على في مثالين اكروس الكتاب كله. فالمثالين هم رايح بفكر الاي تي. هاويفر زي ما قال المهندس خالد من شويه انه لا انت فكر فيها بشكل ان هو سوليوشن كده. في نقطه انا مثلا في الشغل عندي انا الاي تي بس ده نتوركينج ما عنديش سيستم انا خالص بالظبط. مش حالة سوفت وير ديفلوبمنت بالتالي، لكن في حالة سوليوشن بتتقدم للعميل. الاركتكشر بتاعت النتورك هتكون شكلها كذا، هنركب هنا راوتر وهنا سويتش وهنا. وممكن يكونش على الاي تي خالص. لازم ناخد الكونسبت ده. زي ما ذكرنا. في النهاية خالص هيظهر ان الراجل لازم يلغي قسم من حتى حالة الاجايل اللي هي برضه لما انا ذكرت في البدايه قلت الحاله الضبابيه فيفضل ان انت تروح تشتغل بالاجايل. حتى الاجايل ان ممكن انا اتوقع ان الاجايل سيصبح زي ما نقول بروجكت اوبريشن هيكون اجايل. فالاجايل ده مش هيكون بروجكت مانجمنت هيكون سمثينج ايلس. سمثينج ايلس يعني بروجكت اوبريشن نوع ثالث اسمه اجايل. وبالتالي لا يتصل الامر ان هو الاجايل ده صحيح جماعه الاي تي هم اللي بداوا هم اللي عندهم الحاله الضبابيه لكن هو في الاخر هيصبح نوع تاني. انا بتخيل كده.
باشمهندس عندي سؤال، هو البي ام اي عنده كتاب للبي بي زي البيم بوك في البيم بي؟ اه اسمه ايه؟ براكتيشنال جايد؟ بس هل هو الواحد يروح هناك البزنس ولا يروح هناك البزنس اناليسيس؟ لا انا بتخيل ان الواحد يروح دائما وابدا للمناطق القريبه منه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي اشتغلت بروجرامر، وبالتالي طيب اشتغل بعد كده ديزاينر، فاشتغل بعد كده اناليست، فابدا ان انا ايه؟ ان انا بروح للمناطق القريبه مني، لكن ما اروحش اركتكتشر، لا شويه اروح. ده نفس اللي انا عايز اقوله، ان التطور الطبيعي للبزنس اناليست انه يبقى بزنس اركتكتشر. ايوه مظبوط. ولهذا السبب هو ان البيت مش بتروح تبقى اركتكت، لا يعني روح ما دخل اتحكمت خلاص مراحل بروفر ديزاينر انا سيستم اناليست بزنس اناليست بزنس. ولهذا السبب الشخص اللي كتب في لينكدين فضل المدرسه الامريكيه، اقصد بي ام اي، لانه بي ام بي. لكن هو لما يكون بالخلفيه بتاعت حضرتك بيز يعني ايوه لما يكون بالخلفيه بتاعت حضرتك لا مش هيقتنع ببي ام اي، هيروح ايه؟ هيروح يشوف الكانتين كبير. السؤال بقى ليه في الحته دي خالص؟ في شهادات في سيرتيفيكت في البيزنس اركتكت تحديدا؟ تونس؟ لا تروح تديك الشهاده على اساس ان انت سواء دي في الورقه او تكون انت تبقى اكسبرت او سيرتيفايد. طيب ما هي دي اركتكتشر. ان انت سيرتيفايد اركتكتشر لكن مش متخصصه، مش حاطه تخصصات. خليني اقول لحضرتك حاجه، يعني خلاص انا مش متخصص اخد جمله يعني. خليني اقول لك على حاجه، انا بشعر في موضوع التجاف ان التجاف محتاج باك جراوند قبل ما انت تدخل تشوف التجاف. تمام كده؟ فاضي يعني حضرتك فاضي. فهو التجاف كسبجكت انا بشوف ان هو يعني كانه محتاج باك جراوند قبله عشان تقدر تشوف. طيب اشكركم على حسن.